ما حكم التشاؤم من كثرة الضحك ويقول البعض أنه يجلب الشؤم والتشاؤم؟ ما يتشاءم بالضحك، إنما ينهى عن كثرة الضحك لأنها تقسي القلب، تقسي القلب كثرة الضحك. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالغ في الضحك يتبسم، يتبسم حتى ترى نواجذه صلى الله عليه وسلم. سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا من قول النملة، تبسم ما هو ضحك قهقهة، لا. نعم.